ده بقى أحلى صوت ممكن تسمعه، صوت المبكبكة وهي نازلة كده سخنة مولعة في الطبق، طعمها رهيب. جبت لحمة وتبلتها بشوية ملح وفلفل وحل على النار، حطيت فيها شوية زيت، اتوصوا كده بالزيت شوية حبة حلوين، ونزلت فيها قطع اللحمة، وأول ما خدت اللون ده قلبتها كلها على الناحية التانية. هنزل عليها بصلايه متقطعه صغير وهقلبها مع بعض، اول ما البصله تنزل هتلاقوها خدت اللون المكرمل ده من لون اللحمه في الاول، واحد فلفل احمر وواحده لوري ومعلقه صغيره من الكركم ومكعب مرق وحته زبده كده صغيره، لو مش عايزين تحطوا زبده ما تحطوش، رشه جوز الطيب وممكن كمان تزودوا هريسه شطه، كوبايتين من عصير الطماطم هزود بيهم اللحمه واحط لها معلقه سكر ورشه فلفل اسود وهزودها شويه ميه، واسيبها بقى تستوي على نار هاديه كده، اللحمه هتاخد حوالي ساعه كده او ساعه وربع، اول ما تتاكدوا ان اللحمه استوت زودوا الملح وشويه ميه، غطوها كده بالميه حبه حلوين كده، وبعدين هحط لها بقى المكرونه، مكرونه عاديه مش مسلوقه، هقلبها تقلبتين كده مع بعض وهسيبها بقى تستوي 7-8 دقايق بالكتير هتلاقوها استوت، وبقلبوها تقليبه في النص عشان ما تلزقش معاكم، وبس كده حابين الصوص خفيف شويه زودوها شويه ميه بس، انا بالنسبه لي كده كانت مظبوطه وطعمها